أهلا بكم إلى تواصل دوت كوم. المظاهرات مستمرة والمطالب لا تنازل عنها، يقول العراق وأهله. تفاصيل ميدانية عديدة وأحداث متسارعة ومتلاحقة حاضرة معنا في عدد هذا اليوم، والبداية مع العناوين. في العنوان الأول: القوات الحكومية بسيارات من نوع هامر وسيارات أخرى تحاول دهس متظاهرين، إلى جانب تشييع جثمان أحد ضحايا مظاهرات كربلاء قتل برصاص الجيش الحكومي. في العنوان الثاني: ميليشيا العصائب التابعة للخزعلي تطلق النار على متظاهرين في النجف، والقوات الحكومية تواصل اعتداءاتها بشكل عام على المتظاهرين جنوب العراق. أما في العنوان الأخير فسنتوقف مع تجدد المظاهرات في قضاء أبو الخصيب، تحديدا في محافظة البصرة، وهناك سنلقي نظرة موسعة على التظاهرات والأحداث الميدانية، ومنها ننطلق إلى الأحداث المتواصلة في أكثر من محافظة. أهلا بكم. نشاهد وإياكم في البداية مشاهد من تشييع جثمان أحد ضحايا مظاهرات كربلاء قتله الجيش الحكومي، ورسالة لأحد المواطنين من المشاركين في مسيرة تشييع أحد من قتلوا على يد الجيش الحكومي. نتابع وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تشييع الشاب مالك الغرداوي في محافظة كربلاء الذي قتل على أيدي الجيش العراقي في تظاهرة يوم السبت الماضي، الذي أصيب بطلقة في الرأس من قبل أفراد الجيش العراقي. السلطة القمعية البوليسية في محافظة كربلاء تقتل 3 شهداء من المتظاهرين وتصيب 37 متظاهر سلمي بالعيارات النارية. اليوم الجيش العراقي يوجه الرصاص إلى صدور الشباب المتظاهرين في محافظة كربلاء. هذه رسالة إلى شيوخ العشائر وإلى رجال الدين وإلى المرجعيات وإلى وكلاء المرجعية الرشيدة في محافظة كربلاء، الشيخ أحمد الشيخ عبد المجيد الكربلائي والسيد أحمد الصافي. لحد الآن ما شفنا أي استنكار معكم. ولدكم يقتلون بمحافظة كربلاء بالرصاص الحي وشايلين العلم العراقي، وما شفنا أي استنكار معكم، في حين يقتل متظاهر في البحرين. نشوف الدنيا تقوم وما تقعد بعد. القنوات تنقل والاستنكارات في خطب الجمعة ونزولكم إلى الشوارع ودعواتكم إلى التظاهرات، أنتم وكل المعممين في العراق. لكن للأسف اليوم الدم العراقي أصبح رخيص، الدم الكربلائي أصبح رخيص. في محاولة منها لدهس متظاهرين بواسطة سيارة من نوع هامر تابعة لقوات حكومية في السماوة، تعالوا نشاهد هذه القوات ما فعلت هناك. أيضا قوات سوات حاولت هي الأخرى دهس متظاهرين في قضاء الزبير بالبصرة. نتابع. لا حد انسحب يا ولد. لا تنسحب يا ولد. دربك سجاد سجاد سجاد. خليني دربك، لا تخاف مني، لا تخاف حتى يا ربي. خليني دربك.
الله أكبر. سلمية. سلمية سلمية. خليني خليني أخاف. تعال يا ولد. الفيديو القادم سنعرف من خلاله كيف قطع الطريق السريع من قبل متظاهري منطقة الشعلة شمال غربي بغداد. طبعا هذا المقطع المصور الذي شاهدتموه وصلنا من خلال نافذة أنت ترى، وهي نافذة أطلقتها الرافدين للجمهور الكريم حتى يرسل المقاطع المصورة وتبث في تواصل.com. كذلك المقطع القادم هو من ضمن نافذة أنت ترى وأرسله أحد المواطنين، وفيه نتابع وإياكم كيف كانت ولا تزال ميليشيا العصائب التابعة للخزعلي تطلق النار على متظاهرين في النجف بحسب معلومات تناقلها مرتد مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع وإياكم. نتابع الآن اعتداءات القوات الحكومية على المتظاهرين السلميين في عموم مناطق جنوب العراق. أخذوا
اثنين اخذوهم. نحجي اخر روح. قوي. هنا. الآن نذهب وإياكم إلى شباب حي العامل في بغداد الذين يواصلون خروجهم بمظاهرات حاشدة لليوم الثالث على التوالي. مجموعة بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة من شباب وأطفال حي العامل يحاولون أن ينصرون ويآزرون أهالي البصرة الكرماء وأهالي الجنوب بمطالب مشروعة. أبرز هذه المطالب توفير الماء والكهرباء وتوفير الأمن والأمان، وأكيد أهم شيء القصة التموينية والمطالب المشروع الأخرى. هؤلاء الأبطال المتمثلين بشباب حي العامل بكل سلمية اليوم يحاولون يقطعون شارع المطار. هذا الشارع شارع مطار بغداد اللي متمثل بذهاب وإياب الفاسدين من أركان الدولة، الفاسدين من هذا النظام الفاسد اللي متمثل ب 15 سنة. أتمنى كنتم تنتبهون اليوم. بالتأكيد هم ما يحاولون أنه يحمون أخواننا القوات الأمنية، يحاولون حماية المتظاهرين، وبصراحة يحاولون حماية شارع المطار خوفا على مصالحهم وخوفا على مصالح هذه الحكومة الجبانة المتمثلة بحكومة العبادي. 15 سنة من الذل، من السرقات، مع الأسف هناك يعني صدامات بين المتظاهرين أنفسهم، هناك مندسين يحاولون أن يسقطون ويفشلون هذه المظاهرات. هذا المكان هو جسر حي العامل. اليوم الساعة ما يقارب الساعة 10:30 مساء من يوم 15 تموز 2018. كيف تجددت المظاهرات في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة؟ هذا ما سيطلعنا عليه المقطع المصور القادم. حماية مكتب الصدر في النجف هي الأخرى لم تغب عن المشهد، ولكن كيف؟ حضرت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع على جموع المتظاهرين هناك في النجف. نتابع معا. Come on.
طبعا من باب التوضيح مرة أخرى أعزائنا المشاهدين، ما ننقله من فيديوهات ومعلومات هي التي يتناقلها العراقيون هذه الأيام في ظل اتساع رقعة التظاهرات والتي شملت أكثر من محافظة. الآن إلى جانب من التظاهرات الشعبية في البصرة، تحديدا في محيط مجلس المحافظة، دعونا نتابع وإياكم. عودة إلى الجيش الحكومي الآن الذي يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين تحديدا في مدينة كربلاء، نتابع. Thank you.
يقول أحد العراقيين معلقا على الفيديو الذي رأيتم إنها معركة، ولكنها ليست معركة بين جيشين أو قوتين متكافئتين، وإنما بين الجيش الحكومي الذي يفترض أن مهمته هي حفظ الأمن وحماية أرواح المتظاهرين وحماية حقهم في التظاهر. لكنه ماذا يفعل؟ يقوم بمواجهة هؤلاء المدنيين بالرصاص الحي. مقطع آخر مما حدث في كربلاء نشاهده وإياكم الآن. فقرة آراءكم، جملة من الآراء كانت حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما فيسبوك. نقرأ الآن عليكم أبرز هذه الآراء التي جاءت تعقيبا على انتشار عديد من المقاطع المصورة تبين اتساع رقعة التظاهرات في عديد من محافظات العراق. في التعليق الأول نقرأ ما كتبه رجل أبكاه الزمن، هكذا يطلق على نفسه، يقول: ناس ما تريدكم يا سياسيين، شكوا باقيين، بس يجي يوم ويصير التغيير ونلاحقكم وين ما صرتوا ونقاضيكم. مواطن عراقي يقول للسياسيين الذين لا يعبؤون بما يحدث في مختلف المحافظات العراقية، يقول لهم: سيأتي يوم ويحاكمكم العراق ويقتص منكم العراقيون. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي علي يكتب: يا رب تنزح الحكومة الفاسدة ويتحقق كل مطالب شعبي بخير وسلامة. أحمد يتمنى لهذه الجهود المتواصلة والميدانية في مختلف المحافظات أن تؤتي أكلها وأن تنتهي هذه التظاهرات بانتهاء الحكومة التي وصفها بالفاسدة. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي وبشر الصابرين إبراهيم يطلق على نفسه هذا اللقب، يقول إبراهيم: صح ما نريد كل شيء، نريد نغير الفاسدين وسراق المال ومحاسبة الفاسدين. إبراهيم يقول: ما نريده هو حق مشروع، محاسبة الفاسدين وإسقاط هذه الحكومة وتغيير الواقع بواقع أفضل يستحقه العراق وأهله. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي فيصل الفيصل يكتب: لن يتحرر العراق حتى تتحرر المنطقة الخضراء، هناك العراق المصغر بالنسبة للحكومة والمراجع، كيف يكون العراق حرا وهؤلاء يرفعون صور خامنئي والخميني؟ حالة من الوعي لدى الشباب العراقي ولدى كل من ينزلون الميادين ويقولون: لا نقبل بمن يرفعون صور الخميني الخامنئي ومن يتستر خلف هذه الصور، والبداية يجب أن تكون من المنطقة الخضراء كبداية لتحرير العراق، كل العراق، هكذا يقول صاحب هذا التعليق وليس أنا بطبيعة الحال. إلى التعليق الأخير نذهب إياكم الآن، وماري فيه تقول: عندما يرمي الجيش على المواطنين فاعلم هم رجال الميليشيات المرتزقة بتهاون مع بعض الضباط، ضباط الدمج في الجيش. ماري تريد أن تقول إن هناك نوع من المؤامرة داخل الجيش الحكومي، وإن هناك شبه تعاون ما بين بعض ضباط الجيش وبعض الميليشيات التي تقوم بمواجهة المواطنين العزل المدنيين الذين نزلوا ويهتفون سلمية كما استمعتم إليهم في مقاطع متعددة، فتجابههم هذه القوات الحكومية مدعومة بالميليشيات، تجابههم للأسف بالرصاص الحي. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. ها
العراق ينتفض. تعالوا نقرأ عليكم التغريدات التي انتقيناها لكم وذيلت بهذا الهاشتاج في التغريدة الأولى. عبد الله يكتب: ولادة ربيع عربي جديد بنكهة الرافدين، اللهم يسر لهم ولا تعسر عليهم، اللهم انصرهم ومن هو على طريقهم. عبد الله، وعلى ما يبدو أنه عربي متعاطف مع العراق، يرى الأمل في العراقي وأهل الرافدين. إلى التغريدة الثانية. في التغريدة الثانية عدنان علواني يكتب: العراق يمرض ولا يموت، هذه الانتفاضة كفيلة بأن تعرف العالم من هم العراقيون. الشعب العراقي الآن يتحدى أقوى سلطة على الأرض، وهي سلطة وهيمنة رجل الدين والأحزاب الدينية الفاسدة. عدنان يقول: إنها معركة الوعي التي يتمثلها الشباب العراقي ومن نزلوا إلى الميادين ضد من سماهم المرجعية الدينية الفاسدة التي تتستر برداء الدين. إلى التغريدة الثالثة. في التغريدة الثالثة ميس حلواني تكتب: شعب يمتلك الثانية أغنى مخزون نفطي بالعالم يطالب بماء وكهرباء لن يلام إذا كانت ثورته غير سلمية. حتى أن ميس تبرر للمواطنين، لكننا نؤكد يا ميس أن المواطنين جميعا سلميون، هذا ما هتفوا به وهذا ما يراه العراقيون من خلال المقاطع التي تملأ مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة نقرأ ما كتبه حيدر يقول: يقول حيدر: لو هذه المظاهرات في أي دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها لكان استقال على الأقل تقدير وزير الكهرباء ومحافظي المحافظات المنتفضة، لكن لا حياة لمن تنادي. نؤكد لكم مشاهدينا أن العراق ينتفض ولا تزال الأحداث متلاحقة في مختلف المحافظات، ونحن بدورنا سنمدكم بكل جديد حال وروده إلينا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد تواصل.com لهذا اليوم. إلى اللقاء.